هنأت السيدة انتصار السيسي الشعب المصري بذكرى انتصار العاشر من رمضان الذي يمثل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث. وعلى صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي أكدت السيدة انتصار السيسي أن القوات المسلحة المصرية قدمت في هذا اليوم المبارك ملحمة عسكرية ووطنية عظيمة تفتخر بها الأجيال، وكانت وما زالت مصدر فخر للأمة العربية بأكملها، معربة عن أمنياتها بأن تظل مصر كعادتها وطنا عزيزا وكريما.